نعرف إذا صاير شي جديد هلأ. باين شي مهم. يلا خبرني. أنا ما بدي أضغط عليكي، بس في شي لازم أقول لك إياه. نحن على طول كنا سوا. على كل قصدي إنه هو باختصار قال لي خليك بعيد عنا لهايلا. شو قصده؟ شو هي طبيعة العلاقة بيناتنا؟ طيب أنت بتعرف إنه مو قصدي شي من هذا الكلام ما؟ والله عن جد؟ رح نعرف أنا وأنت بعدين هذا الموضوع. هذا زوجة لأمي عم يوترني كتير بصراحة، وما عم بقدر أتحمله أكتر من هيك أبدا. حاسسني قلبي إنه في شي مخبيتيه عني. شو صاير يا بنت؟ قلي شو قصدك؟ بعتقد إنه كان سؤالي واضح. فيني أعرف شو عم يعمل معك هاد الزلمة؟ تحسين؟ هو واحد كتير لئيم بسبب كل شيء عمله مع أمي، وهو برأيه إنه في يعمل كل شيء بالمصاري، مثلاً ما يعترف بالقانون، وبيكره العلماء كمان، وكمان ممكن يعمل أي شيء بيخطر على باله هو. ومشان كون صادقة أكثر، تحسين هو بيجسد كل شيء بكرهه وما بطيقه أنا بالعالم. حقير. بالنسبة لي صار هيك. أنا فكرته رح يقول قديش بدك لحتى ما ترجع وتحكي مع بنتي، قلت ممكن يسأل هذا السؤال وراح عقلي لبعيد كتير. بفهم منك إنه بدك رقم كبير؟ شو؟ هاد الأسلوب اللي ماشي عليه السوق؟ بالمناسبة هو بيعمل هيك شي تماماً. مثلاً نحن الاثنين عاشقين، إذا أجا تحسين وكان بده شي رح يقول لك قديش بدك مصاري لتتخلى عني. ما تكوني سخيفة، مستحيل يصير هيك شي بنوب. بصراحة نحن لازم نشوف بالأول قيمة العملة وبعدين بنقرر قدي. يعني فيك تتخلى عني بالمصاري معناها قديش هي شي منيح بالنسبة لك؟ ايه والله شي منيح كتير. خلينا نمشي، يلا تأخرنا كتير. بقديش ممكن انه تبيعيني هلا؟ والله ولا مرة فكرت بمثل هيك شي. ليكي شو بدك؟ والله يمكن رح أعطي القاضي مصاري مشان أخلص منك على الآخر. والله أنا برأيي بشتغل منيح وذكي وحلو، وعم أشتغل على حالي منيح لأعمل اسم لإلي. إيه كتير حلو. عجبتك يعني؟ يلا صار لازم نمشي هلا. يلا تعال. ألو دوغان بيك، مين عم يحكي معي؟ مو مهم، في موضوع مهم كتير وأنا حابة أشوفك وأحكي معك فيه. بدي أطلب منك تحددي موعد مع مساعدتي. أنا بعرف مين هو اللي قتل بنتك. وينك أنت هلأ؟ تمام. تفضلي، هاي القهوة إلك مثل ما بتحبيها. يا حبيبة قلبي انتي، سلم إيديكي. وأنا؟ معقول يكون ما إلي قهوة بنتي؟ هاي اسمها قهوة التعب بابا. هلأ هي جاية وتعبانة، بس أنت شو عملت؟ سؤال صغير، انتو متخانقين يعني؟ لأنه مبين إنه في توتر بيناتكم. لا نحن مو متخانقين، بس هي متضايقة شوي.
انت بتكذب باليوم 40 كذبة تقريبا. خبر اختي شو اللي عملته انت. شبانو شبكي اهدي شوي، شو صار بابا؟ خبرني شو في. يمكن هي في شي ببالها، انا ما بعرف شو هو بالضبط، سأليها اذا بدي. عم اسأل حالي كيف صدقتي هذا الشي؟ كيف يعني هيك اشتقلنا فجأة؟ بس بدي افهم، ولا انت بتحبنا واشتقتلنا عن جد وما عاد فيك تعيش ولا ثانية بحياتك من دوننا؟ لا تحكي هيك اذا بتريدي، لانه انا فعلا اشتقت لكم كثير يا بنتي. يمكن ما بيكون هذا الشيء واضح، بس انا فعلا مشتاق لكم. فقلت لحالك خليني روح اسرق البيت اللي عم تشتغل فيه بنتي. كيف؟ انت شو اللي عم تحكيه بانو؟ يا اختي هذا الزلمه حاول انه يسرق بيت المدام نازلي بوقاحه، لولا الكلب اللي كان موجود هنيك وطلع عضه. راكي، هذا الكلب بده يخدعك يا بنتي. راكي كيف بده يخدعنا؟ هات لنشوف. يا بنتي شو هذا الكلام الفاضي اللي عم تحكيه حضرتك؟ هو عضني هون برجلي ووجعني كمان، وهي هي القصة حقيقية وصارت عن جد معي صدقوني. معناتها انت عن جد كان بدك تسرق البيت؟ ولو صار هذا الشيء انت بتعرف انه رح تكون بانو متهمة. انت اكيد ما كنت تفكر بهيك شيء ابدا، لانه ما كان عندك عقل تفكر فيه اساسا. تماما مثل ما توقعت، انت ما عاد فكرت فينا وما عاد مهتم. انا مستغربة كيف طوعك ضميرك تعمل هيك. انت عن جد شخص سيء، لهيك يلا روح بعيد من هون ولا عاد ترجع لعنا ابدا. يلا بهار. بانو تريكا شو بدك فيها؟ لا تحكي مع بانو، امشي يلا.